استاذ عصام. لا هي المجموعه طبعا زي ما الاخوه قالوها قوية طبعا، لكنها كمان تحمل معاني كثيرة. مجموعة ثأرية يعني، إذا كان الهلال والسودان والمريخ قصدي هما ديربي السودان وبينهم يعني فكرة الطار ولا العار يا ولدي كرويا طبعا، كمان سان داونز مع الأهلي مسافات كبيرة من التعويض هتبقى مطلوبة من سان داونز أمام جماهيره، لكن في الآخر البطل دايما مش هيسأل على الأسماء كتير. البطل دايما هيلعب مع أي منافسين، ويفترض أنه يبقى ليه يعني اليد العليا أو اليد الطولة في أنه هو يعمل افتتاحية بس مطمئنة لجماهيره، وبالتالي تمشي المجموعة في سكة أن الأهلي وفريق آخر نظريا وبالأرقام صاعدين لا محالة يعني، ما لم يكن بقى هناك كلام آخر خاص بالجهاز واللاعبين، ده موضوعهم بقى فنيا يعني، إنما المقاييس في الشغلانة في شغلتنا في كمتابعين ومراقبين أحيانا لا بتقول أن الأهلي ومعه فريق آخر لابد أن يصعدوا عن هذه المجموعة. موضوع بس بيتسو موسيماني، علشان الناس في مصر بقت المسافات دي بتلتهب. أولا فكرة سقطة معناها أن في شيء ما خفي حصل، وده مش صحيح، والمفروض أن أحمد حسام ميدو هو نموذج للمحترف كامل الاحتراف، يعني رجل خط تجارب عالمية عنده طور كبير جدا، يعي تماما أن هناك كده ملامح وألقاب بتفرض نفسها على الساحات الكروية في كل العالم، ما بين نجوم كبار في التدريب في اللعب في ربما الإدارة أيضا بيتم تكريمهم، والأفضل تكريما أفضل تكريم يعني بيكون أثناء البطولات الكبرى في سحب قرعة في إعطاء مثلا كأس الأفضل لاعب كأس للهداف و و و فأنا الحقيقة لابد أولا كان لو في سقطة تعرف السقطة يا جماعة ويتقال السقطة لأنها خرجت عن المقاييس، السقطة لأن اللي بيجي يسحب القرعة مثلا بيكون ليه أدفانتج لفريقه وبالتالي حجبت الفرص عن آخرين يعني. لا أعتقد أن هناك سقطة من الأساس، اللهم إلا إذا كان يعني فريق عمل ميدو ورطه من وجهة نظري في أنه ده مقياس لم يصلح قبل يعني. هو كان كتاب عموما. لا انا بتكلم بشكل فريق العمل مش لازم يكون الشاشه، ما اكيد معاه ناس بتعمل سيرش غير تجربته هو استاذ جمال. مش تركزنا على ملاحظه كابتن ميدو لوحده، لان في ناس اتكلمت تاني يعني، في ناس كتير في البعض برضه على السوشيال ميديا، ولكن انا بتكلم عن ميدو. البعض لما بيلاقي كابتن زي كابتن ميدو بيقول بيزداد عندهم حجم الثقة باللي اتقال، لكن طبعاً هي مش طبعاً مبنية بس على أي مقاييس يعني، قد يكون لديه ما يمكن أن يكون تفسير آخر فعليه أنه هو يخرجه يعني. قلت هو المعلومة مش خافي على حد. أيوة ومعلنة من زمان من الاتحاد الأفريقي، فيعني لم يكن حدثا دبر بليل. ما انا بقول لحضرتك يعني ما تفاجئناش تاني يوم. نعم كان الهدف منه تكريم بيتسو موسيماني. بالظبط تكريم بيتسو موسيماني ومعين الشعبان. لا لا ما بقول لحضرتك هو تكريم بيتسو موسيماني يعني هم جايبين بيتسو موسيماني يكرموه في القرعه على اعتبار انه حصل على ثلاثه دوري ابطال وثلاثه سوبر يعني. لكن انا برضو من وجهه نظري كان ممكن الاتحاد الافريقي يكرم بيتسو موسيماني ويبعد عن الجزئيه دي خالص عشان لمنع للقيل والقال وما بقاش في كلام من هذا الامر، لكن في النهايه الامور ما فيهاش مجامله يعني حتى اختيار بيتسو موسيماني جاء بفرق الاثقل في المواجهه يعني. يعني استاذ محمد معلش معلش يا استاذ محمد سوزي الناس الحقيقه عندهم سهله يعني. الموضوع بسيط، وبعدين هو ما اختارش بيتسو موسيماني، هو اختار بيتسو موسيماني ومعين الشعباني. معين الشعباني كان هيعمل قرعه دوري الابطال وكانت هتتعكس يعني. وده اللي انا قلته. طبعا وبيتسو كان هو امر اضطراري في الاول والاخر. وبيتسو كان هيعمل الدوري الكونفدراليه عشان ده فريقه هنا وده فريقه هنا. اللي حصل ان معين الكابتن معين الشعباني اعتذر ليلا عشان مسافر بليل اعتذر ليلا بليل اعتذر بليل. تاني يوم الساعه 1 الظهر هعمل ايه؟ بيتسو هيعمل الاثنين. ادي اللي حصل بالظبط. هو الموضوع برضو اجمالا دون تعليق بسبب على كورونا يعني. على دون تعليق على كلام اي حد اجمالا احنا بنناقش القضيه. الراجل ما فيش جريمه ما فيش جنايه بالظبط كده تم ارتكابها
لمجامله الاهلي. طب اقول لك الاحلى من كده، ولا مجامله سان داونز، الاقوى من كده انه بيتسو موسيماني عن مجمل اعماله وليس فقط عن بطولاته مع النادي الاهلي، والدليل معين الشعباني المعتزل انه مش عن النادي المصري خالص، لا عن مجمل اعماله مع الترجي وغيره من البطولات. وبالتالي الناس الموضوع عندهم بسيط، لو كانت هناك سمه حرج كانوا استدعوا اي نجم يا عم من اللي قاعدين في الصاله حتى. اتفضل حضرتك ايدك معانا بالظبط. كورونا الموضوع ابسط مما تتخيل، مما يبدو. ربنا يديك الصحه.